انا عندي سؤال رانيا في الاول. انت شايفه يعني شايفه ايه من وجهه نظرك ان في اطراف متصدره دايما، ان دايما الست بتحرض على الراجل، وشايفه ان الراجل ده واكل حقها، وشايفه ان الراجل ده ظالم الست، يعني ملوش وجود، هي عايزه كده تلغيه بالبلدي كده. مش تلغيه، هو الاغلبيه طبعا، مش بنعمم في الكلام، ان اغلب الرجاله بيتحكموا بشكل مبالغ فيه في الستات، مفيش مساحه شخصيه، في زي ما قلت بيتطاول عليها احيانا، في امور كتير شخصيه خاصه بكل حاله لذاتها. فهنا الست دايما بتحس ان هي مظلومه، في اللي بتتمنع من امور كتير هي متعلقه بيها بحياتها الشخصيه، هي حابه تعملها هو لا ما تعملهاش، هو رفض. مجرد رافض. في رجاله عندها التلكيك، بتتلكك اي حاجه يزعق فيها يهنها. في انا اعرف يعني شفت مواقف قدام الرجاله بتهين زوجاتهم قدام صحابها في مكان أهلها عام، قدام اهله عادي. يعني استاذه وحيده اسالك، هل فعلا الرجاله بتتلكك زي ما بتقول عنا استاذه رانيا؟ هو اولا هو كل واحد بيفسر المشكله والازمه من خلال وجهه نظره هو، أوكي. تفكيره هو. يعني لو عندي حد شايف ان الراجل هذا الرجل دايما يجور على حقوق الست، هي اكيد اتعرضت لمشكله. خلينا نكون صراحاء شويه اشد ما تكون. طب في الحاله دي من وجهه نظر حضرتك انت شايف كده ان الراجل لازم يتشد عليه، وان هي ليها الحق والاولويه انها تعمل زعيمه وتقول انا عايزه اشد على الرجاله، او يشجع كل الستات بده في الحالات اللي حضرتك بتقولها؟ ده بدايه خراب البيوت بقى، يعني باللغه الشرقيه وبلغه المصريين او بلغه العالم العربي الشرقي، ده بدايه خراب البيوت. ان الست تجرأت. طب ما الحل ايه؟ طب ما هو في راجل زي ما انت قلت بيتلكك، وراجل واقف لها على الواحده وممكن يتطول عليها زي ما الاستاذه قالت قدام اهلها وقدام صحابها. طب انت هنا شايف ان هي ممكن تتصرف ازاي؟ وفيها ايه لما نرجع للفطره السليمه، للفطره الحسنه، ان هي تكون طائعه لزوجها؟ وده مش طائعه بس اكيد مش على غلط، يعني فسر لي كلمه طائعه لو سمحت استاذ. خلينا نتكلم بصراحه، هو قوه الست بتكمن في ايه؟